وقفوا عندما قاله المدير التنفيذي للمعهد الملكي للشؤون الدولية روبن نيبلت أن الصين ستتقدم خطوات كبيرة لأنها في خضم استعادة قوتها وتأثيرها الإقليمي والدولي، حيث يتفق محللون ومراقبون أنه منذ انطلاق الأزمات الأخيرة على كافة المستويات وفي كل الاتجاهات كانت هناك مؤشرات تدل على أن العولمة تتراجع، فأمريكا كانت تحاول فصل اقتصادها عن الصين كما يتم حل الترابط بين الدول على مستوى سلاسل الإنتاج، ولكن التطورات التي صدمت العالم شكلت ضربة قوية للعولمة لأن الدول لم تعد ترى أي منفعة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل، فالدول ستحاول أن تكون أكثر استقلالية وتحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف التي تمر بالعالم. وأمريكا كانت ترعى المؤسسات العالمية، ولكن الإدارة الأمريكية الآن توصد الباب أمام العولمة وترفع شعار أمريكا أولا، وهذا ما يقوله ترامب بلا مواربة ولا خجل. أما الخبير الاقتصادي ومدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة سمير صعيفان فقد ذهب إلى أن الكوارث تعد بداية لتغيرات عالمية كبيرة، وما يشهده العالم اقتصاديا وسياسيا جاء بعد مقدمات سياسية واقتصادية على المستوى الدولي. وأوضح مراقبون أن تراجع العولمة وجهة نظر غربية لأن الدول الغربية اكتشفت أن هذا النظام أضحى يخدم مصالح دول بازغة كالصين والبرازيل والهند، وبذلك تنافس منتجات الدول الغربية مما أدى إلى خسارتها. كما أشار المراقبون إلى أن الصين تدافع عن العولمة لأن سيطرتها الاقتصادية ستنعكس على الحجم السياسي في المستقبل. لكن باري بافيل وهو نائب رئيس المجلس الأطلسي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما ذهب إلى أن الأزمة لا زالت في المراحل الأولى، ومن المبكر القول أن هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم قاطبة قد تكون بداية النهاية للقيادة الأمريكية للعالم، معتبرا أن أمريكا تتوفر على أفضل الأسس الاقتصادية. وأضاف أن العالم الغربي بما في ذلك أمريكا تعثر في إدارة العديد من الأزمات التي طفت مؤخرا، لكن الأمريكيين سيتجاوزوا الأزمة بنجاح، وسيتم ذلك من خلال التعاون الدولي، بيد أن ثمة من يرى أن الأمور انقلبت في العالم وستنقلب على نحو أفظع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.